السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الكرام، يكثر السؤال عن حرف الجيم الفصيح، كيف ينطق وما هي الأخطاء التي ممكن يقع فيها الإنسان عند نطق حرف الجيم؟ الجيم الفصيحة مكان خروجها يعني المخرج من وسط اللسان. أهم صفاتها لما تخرج أن يكون بدايتها انحباس للصوت، المخرج يكون مقفول. أج 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 جا جو جي. لكننا في العاميات لا نفعل ذلك، فبعضنا يقول أج جا جو جي. ما عيب هذه الجيم؟ عيبها أنها ليست محبوسة لكن مكانها صحيح، يعني المخرج صحيح والغلط في الصفة، لأن لم يقفل المخرج فبقي الصوت يمر جا جو جي. انتبهنا كيف؟ فإذا عيبها في الصفة، فنقول صوابها أن نحبس الصوت، نقول أج جا جو جي، لكن المكان يبقى في وسط اللسان. بعض الإخوة الله يهدينا جميعا يجعلون الجيم عند النطق تتقدم قليلا إلى طرف اللسان، هذا مكان الدال، فيقولون أج أج جا جو جي. إيش هذا الصوت؟ هذا شبه دال، يعني من يقول جا جو جي أهون ممن يقول جا جو جي. لماذا؟ لأن الأول غير الصفة ولم يغير المخرج، أما الذي يقول جا جو جي يجعلون يأجوج ومأجوج، هذا غير المكان، غير المخرج، وتغيير المخرج أشنع من تغيير الصفة. انتبهنا كيف؟ كلاهما غير صحيح، لكن واحد أخف من واحد، فعلينا أن نقول أج جا جو جي يجعلون يأجوج ومأجوج جعل، وهكذا كل الجيمات الأخرى. بارك الله فيكم.